برأيك مين هن الأشخاص يلي إذا تواضعتي معهم كتير حتنأذى كرامتك؟ هن الأشخاص أكيد يلي ما بيقدروا يعني ما بيقدروا الخير اللي بنعمل معهم، فالواحد دائما لازم يكون عنده هيك شوي إنه مو كتير تقدمي لهم، لأنه بالأخير حتنأذي أكيد منهم. هدول اللي بيكونوا شايفين حالهم أو عندهم نفسيات كبيرة، يعني هاي الأشخاص اللي تكسر الخاطر. يعني هاي متكبرين، ويعني ما عندي نحس ال عندي إحساس يعني بالمسؤولية وكذا هيك. مع الأشخاص اللي ماني قد هذا التواضع، يعني ما بيستاهلوا إنه نتواضع معي. يعني مش الكل إنه لازم إنه الواحد يكون على طول متواضع، مو إنه الكرامة ولا ما كرامة، إن كان أذيتي ولا ما أذيتي على طول كوني متواضعة ومبتسمة بوجه الكل. الناس اللي من عندها أخلاق درجة أولى، يعني بس المغرور هيك، بس المغرور هو اللي يأذي لك مشاعرك إذا تواضعتي معه. إذا شخص حابة ترتبطي فيه، إذا كثير تواضعتي معه بينعكس عليكي، ما إنه ما بتعود محبة أو إعطاء، لا بتنقلب عليكي سلبان.